السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نتكلم بصفة عامة على برنامج الثانية متوسط، طبعا في ما يخص برنامج الفرنسية. راح نديروا حوصلة كاملة على وش راح نشوفه العام كامل. كما حكينا من قبل، قلنا كل فصل بإذن الله راح نشوفه بروجي. هذا هما اللي تروى بروجي، يعني الفصل الأول الثاني والثالث، يعني لوبجيكتيف، ولكن ما حكينا لو تيم تاع الفصل الاول باذن الله راح يكون لو كونت، الفصل الثاني راح يكون لا فاب، الفصل الثالث راح يكون لا ليجوند. واش نقصدو بالكونت ولا بلا فابل ولا لا ليجوند؟ هما انواع تاع حكايات، يعني لي تيب ديستوار ولا لي تيب دي ريسي اللي راحين نشوفوها. يعني في مجمل برنامج الثانية متوسط راح دايما نحكو على الحكايات، وإذا اللي زيلابي تفكروا شوية يكونوا شادين شوية من البروغرام تاع السينكيا ماني، بس كانوا يشوفوا هذو الحكايات. يعني في البروجي نيميرو 1 قلنا راح نشوفوا لو كونت. وشنو هي لو كونت؟ اللي هي الحكاية، يعني القصة ولا الحكاية، قصة يعني. راح نشوفوا بلي الكونت هي نوع من القصص اللي يكونوا فيه لي بيرسوناج ولا لو ليو يكونوا ايماجينير، يعني قصص خياليه فيها شخصيات خياليه، اماكن خياليه، ميم لي بوفوار يعني القدرات تاعهم يكون يعني كلها خياليه. يعني الكونت هي القصه الخياليه ولا لو ريسي ايماجينير. راح نشوفوا كيما كنا نقولوا في الفصل الاول تروا سيكونس، هذو هما لي سيكونس اللي راح نشوفوهم. يعني لو كان نحكو على الكونت نشوفو بلي فيها 3 بارتي، يعني البارتي نيميرو، يعني نقسموها الى ثلاث. لو كان نقولو هنايا كنت ديجا شرحت وعاودت الفيديو لانه جاني طويل بزاف. دونك الكونت فيها كيما نقولو حنا، اذا قسمنا القصه راح نشوفوها تقسم الى ثلاث اقسام. الاولى راح نسموها لا سيتوياسيون انيسيال، اللي هي بدايه القصه، ولا نسموها لو ديبي دو ليستوار. البارتي دوزيام راح نشوفوها اللي هي لي زيفينمون، اللي هما الاحداث تاع القصه. البارتي الاخيره هي لا سيتوياسيون فينال، وتكون فيها لا فان تاع ليستوار، يعني نهايه الحكايه. باذن الله راح نشوفوا في لا سيكونس نيميرو 1 نحكوا على لا سيتوياسيون انيسيال. ها هي لا سيتوياسيون انيسيال، راح نشوفوا اهم العناصر اللي في لا سيتوياسيون انيسيال. راح نشوفوا كيفاش يكتب ليليف نورمالمون في نهايه لا سيكونس، راح يتعلم كيفاش يكتب لا سيتوياسيون انيسيال، يعني كي يكون عنده مجموعه من المعلومات كيفاش يصيغها باش يمد لا سيتوياسيون انيسيال تاع الكونت، ولا كما قلنا لو ديبي دو ليستوار، يعني بدايه القصه. لا سيكونس نيميرو 2 راح نشوفوا لا سويت دي زيفينمون، اللي هي الاحداث. نزيدو هنايا اس لا سويت دي زيفينمون، احداث القصه، يعني بعد ما نشوفوا البدايه راح تتوالى الاحداث تاع القصه. راح نشوفوا اهم واش يميز لنا هذه لا دوزيام بارتي، واش فيها واش لازم نصيبو فيها. هذا ونشوفو اللي نشوفو في لا سيكونس نيميرو 2. تبقى لنا اخر بارتي من الكونت اللي هي لا سيتوياسيون فينال، وهي نهايه القصه. راح كيف يتعلم ليليف كيفاش يكتب نهايه القصه، واش هما العناصر اللي لازم يكونوا فيها. بروجي نيميرو 2 يعني الفصل الثاني راح يشوف نوع اخر من القصص اللي هو لا فابل. واش تختلف قصه لا فابل على الكونت؟ هنا قلنا كاين دي بيرسوناج، يعني شخصيات لازم تكون ايمان. زعما شنو ايمان؟ يعني كيما حنايا نهضروا على لو برينس لا برينسيس لو روا، دونك اللي هما اشخاص يعني انسان، يعني فتيات وفتيان وملوك اكسيتيرا. لا فابل الشخصيات اللي تميزها انه يكونوا دي زانيمو كي بارل. وشنو هما لي زانيمو؟ هما الحيوانات، يعني كيما كنا نشوفو كيما كانوا صغار يقرا قصص النمل والصرصور، ولا فكروني الثعلب والغراب، هذاك اللي يديلو الفورماج تاعو. دونك هذو كنسموهم دي فابل، يعني قصص يتميزوا انه يكونوا
الشخصيات حيوانات. جينيرالمون لا فابل واش تختلف ثاني على الكونت في النهايه تاعها. دونك الكونت النهايه تكون قصه سعيده، يعني في الاخير دائما اما تكون سعيده للناس الملاح وتعيسه للناس اخرين. دونك لا فابل لا، النهايه تاعها دائما تكون عبره، ولا نسموها مورال ولا لوسون كيما نحبوا نسموها. دونك هذا واش يميز لنا لا فابل. مادام شفنا حيوانات يعني راح لازم يكون بيناتهم ان ديالوغ اللي هو الحوار. راح نشوفوا لو ديالوغ واش لازم يكون فيه، مثلا لي تيغي واش لازم لي دو بوين، يعني بونكتياسيون اللي نستعملوها، لي فيرب انتروديكتور، يعني كل حاجه متعلقه بالحوار ولا بلو ديالوغ. هذا نشوفوه في لا سيكونس نيميرو 1 طبعا، ونشوفوا لو ديالوغ يكون فيه اون فابل. سيكونس نيميرو 2 راح نشوفوا بريزونطاسيون، ماشي برك نص لا فابل، نقدروا نلقاو حتى فلا بون ديسيني. لا تشوفوا شنو هي لا بون ديسيني، يعني هذيك دوك الكتاب ما واش عندي لو كان وريتكم في الكتاب راح نصيبوها. لا بون ديسيني هي هذيك الطابلو اللي يكون مقسم فيه رسومات، وهذوك الشخصيات راح نشوفوا لي بول يعني الكلام تاعهم. مثلا قلنا مادام شفنا لي زانيمو يعني راح نشوفوا حيوانات يحكوا فيما بيناتهم، هذا اللي نسموه لا بون ديسيني. في بروجي نيميرو 2 فيه دو سيكونس كيما قلنا لانه قصير. في البروجي نيميرو 3 راح نشوفوا نوع اخر كيما قلنا من الحكايات ولا من القصص اللي هي لا ليجوند. لا ليجوند هي الخرافه ولا الاسطوره كيما اللي كانوا يحكوهم لنا جداتنا، يعني بعض الحكايات اللي يكون اصلها حقيقي، يعني اما هذوك الشخصيات يكونوا حقيقيين بصح مع الوقت يبداو كاش نقولوا حنا يزيدوا لهم حوايج خياليين. يعني راح نشوفوا دو سيكونس فلا ليجوند اللي هي قلنا الاسطوره، دي بيرسون اكسترا اوردينير، يعني شخصيات ولا اشخاص نقولوا عندهم دي بوفوار هكذا ماجيك، نقدر نقولوا يتميزوا يعني عندهم قوى سحريه، قوى يعني اشتهروا بحاجه معينه. راح نشوفوا ثاني فلاسيكونس نيميرو 2 دي ليو انوبليابل، يعني اماكن لا تنسى. وكان مدوا مثال على عين بنت سلطان يعني اللي جايه في معسكر، بزاف ناس يعرفوا حكايتها. ولما في قسنطين راح نشوفوا حكايه سيدي محمد الغراب، اللي هما فعلا هذو الاماكن كاينين كيما هنا. هذا قلت لكم محمد الغراب كاين مسجد مسمي عليه، يعني يحكوا انه كان صالح بكري، لكن يزيدوا باللي كان يقدر يطير يقدر يحول اي انسان. دونك هنا تدخل كيش نقولوا احنا حاجه حقيقيه مع حاجه خياليه، عكس هنا هذو زوج دائما يكونوا خياليين. مي لا ليجوند راح يكون ميلونج بين ليماجيناسيون او لو ريال، يعني خلط بين الحقيقه والخيال. هذا هو برنامج الثانية متوسط بصفة عامة. بإذن الله راح نمشوا فيه كاش نقول خطوة بخطوة، ونتمنى هذو الفيديوهات يفيدوكم. ما تنسوش دعمكم باللايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد.